عم انت بخير يا حموزة؟ ان شاء وانت الله هيك السنة الجاية بنشوفك احلى 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 عريس. وانت بألف خير حبيبي. حبيت اليوم اعمل فيديو بما انه عيد ميلادي، فقلت خليني اقطع الكيك وانتم موجودين معي، فبدي اياكم كلكم بالتعليقات تقولوا لي كل عام وانتم بخير. فهلا رح اقطع الكيك، تعالوا شوفوا هذا كيك على لوتوس، مين مثلي بحبه. نعم نعم شوف، نعم بسم الله بسم الله. خلينا نحط هون. بدك تاكل شيء انت؟ أكيد. بسم الله، خلينا ندوق. بكبرها كانت قد ما انه طيبة. بسم الله. رائع. هذا الفيديو قصير كثير. جد حبيت يكون عيد ميلادي معكم، بحبكم كثير. وما تنسوا تعطوني رأيكم بآخر فيديو نزلته، في وصفة الكبسة نزلتها، ووصفة كمان للسانات لحم العجل. رائع. شوفوا هون، تحبوا الكريمة تبع الكيك؟ أنا بتقرقع بعشقها. هاي ليكو، هادي اللي فوق جاي كلير على لوتوس، يعني هادي غير الكيك. لاحظتوا هادي اللي فوق هذا الشيء؟ خدوه ولح. أوه كبير كتير، يا ترى بيمشي الحال؟ بسم الله. ما تنسوا تعملوا لايك وتعليقاتكم الحلوة. باي باي للجميع، طلع على موت الخير.